طيب احنا الآن راح نحاول مع بعض ان نصمم تطبيق حساب اشكال هندسية. التطبيق راح يكون كالتالي: اول ما يفتح التطبيق راح يكون في مجموعة من الاشكال الهندسية موجودة في حاجة اسمها سبينر او قائمة منسدلة. التطبيق هذا لما تختار ريكتانجل راح يظهر حقول خاصة بالمستطيل، راح من خلاله تدخل مثلا الطول للمستطيل والعرض للمستطيل وتضغط زر كالكوليت فيروح يحسب لك المساحة الخاصة بالمستطيل. لو اخترت بعد هيك تطبيق سيركل راح يخفي الحقول الخاصة بالمستطيل ويظهر لك حقل نصف القطر، هتدخل بعديه مثلا 5.4 هتعمل كالكوليت هيحسب لك نصف القطر. بعد هيك لو اخترت مثلا مثلث هيسمح لك انك تدخل القاعدة في الارتفاع وهيحسب لك اللي هو ناتج مساحة المثلث المتوازي الأضلاع، فيطلع لك النتيجة. طبعا بناء على اختيار القائمة المنسدلة راح يظهر لك الناتج، وبناء على ضغطك على زر كالكوليت راح يحسب لك العملية اللي هي عملية حساب مساحة الشكل الهندسي اللي بيتم تحديده من هنا. طبعا زي ما احنا عارفين انه قانون حساب مساحة المستطيل الطول ضرب العرض، فهيروح يضرب هذه ضرب هذه. قانون حساب مساحة الدائرة هو عبارة عن طا ناقص تربيع، هنشوفه في الكود. قانون حساب مساحة المثلث هو عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. فهذا مثال بسيط جدا هنصممه من الصفر، وهنشوف كيف بدنا نعمله للغتين العربي والإنجليش، وهنشوف بعد هيك كيف بدنا نقدر نتعامل معاه برمجيا ونربط الحدث اللي بيصير على اختيار العنصر أو السلكشن اللي بيصير من القائمة المنسدلة. الآن لو حولنا لغة التطبيق للغة العربية، عربيك، بختار مثلا مصر أو إسرائيل whatever، وبعد هيك برجع بختار هذه كلغة أولى عشان يبين بس معايا لغة التطبيق. نرجع نشغل التطبيق مرة تانية، هنلاقيه قلب لي التطبيق حسب اللغة للغة عربية وإنجليزية وأظهر لي إياها من اليمين لليسار، وفي المستطيل نفس القضية. ولو شلت المحتوى من هنا هيظهر لي الهنت أو الرسالة اللي هتدخل فيها القيم. تمام.